بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حفظكم الله، ذكرتم الليلة الماضية بالنسبة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقلتم إن قول أبي هذه مدرجة من قول أبي هريرة، ألا وهي: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ذكر ابن حجر حفظه الله بالنسبة إلى هذا رحمه الله ذكر حديثا آخر ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال هذا رد على من يقول أن هذه مدرجة. هذا الحديث الذي أشار عليه هو في مسلم، لكن ليس فيه أن أبا هريرة خرج عن حد الوجه، إنما فيه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. وهذا لا ينكر، لأنه لا يمكن أن تغسل المرفق إلا إذا أشرعت في العضد، ولا يمكن أن تدخل الكعبين في الغسل إلا إذا أشرعت في الذراع. وهذا صحيح، لكن الزيادة هي التي ليست بصحيحة، هي من اجتهاد أبي هريرة وليست بصحيحة، لأن جميع الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون أنه كان يتجاوز الكعبين يعني شيء كثير. قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رأى يعني أشعة في العضد، هذا الآن الذراع لا يمكن يدخل المرفق إلا إذا أشعة في العضد. إيه.